أخبارنا المتنوعة من عند منتخب كاب فيردي اللي وصل اليوم للقاهرة لإقامة معسكر تدريبي لمدة 5 أيام استعدادا لمواجهة مصر الجمعة المقبلة بإذن المولى عز وجل في الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا. منتخب كاب فيردي بس عشان بعض الناس ممكن تبقى واخدة عنه انطباع ان هو منتخب ضعيف، منتخب كاب فيردي من أقوى المنتخبات اللي موجودة داخل أفريقيا دلوقتي. فعلا هو من اقوى المنتخبات اللي موجوده في افريقيا دلوقتي، وحضراتكم هتشوفوا دوت على ارض الملعب. عندهم جيل رائع من اللعيبه وعاملين كانوا مكسرين الدنيا في الفترات الاخيره. اتحاد كاب فيردي لكره القدم اعلن ان المنتخب هيكون في سبورتس كامب او تريننج كامب في القاهره استعدادا لمواجهه مصر. المعسكر بتاعهم هيكون بدايه من 1 سبتمبر بقايمة تضم 24 لاعب استعدادا للتصفيات الإفريقية. طيب، من كاب فيردي نروح لمنتخب كرة تأهل منتخب الكرة للهدف إلى ربع نهائي منافسات دورة الألعاب البارالمبية. وطبعا في باريس رغم الخسارة أمام الخسارة الأولى كانت أمام أوكرانيا، صح يا شباب؟ الخسارة الأولى كانت أمام أوكرانيا في الجولة الأولى ثم الصين في الجولة الثانية، ويتواجد ضمن 8 منتخبات في منافسات كرة الهدف بدورة الألعاب البارالمبية. وبعد خروجه طبعا أعتقد أن كل المنتخبات لها منه كل الدعم، ولكن هيخوض لسه مباراة في دور المجموعات، وأعتقد أن هو هيكون موجود برضو وفقا للترتيب بتاعه في دور الثمانية، وهيخوض منتخب كرة الهدف مباراة ربع نهائي المنافسات غدا أمام أول المجموعة الثانية. طيب، عشان نوضح لحضراتكم الصورة، أول مباراة ليهم هتكون غدا بإذن المولى عز وجل، وأيضا في منافسات التجديف احتل الثنائي علي الزيني ومروة عبد العال المركز العاشر في سباق القارب الزوجي المختلط، وهو إنجاز تاريخي طبعا بيتحسب للثنائي المصري كونها المشاركة البارالمبية الأولى ولرياضة التجديف المصرية في دورات الألعاب البارالمبية. وكل التوفيق طبعا لأبطالنا من ذوي الهمم. أما عن دوري القسم الثاني، القرعة أصفرت عن مواجهة أو مواجهات قوية في الأسبوع الأول بعد ما تم إجراء القرعة النهاردة في مقر اتحاد الكرة بحضور طبعا ممثلي الأندية، وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي: طنطا مع وادي دجلة. وادي دجلة في الحقيقة كان مقدم كرة ممتعة زي ما حضراتكم شفتم وتابعتم مع تكيس جونياس، كانوا بيقولوا حتى الساكسي فوتبول، وكان حتى الأندية الجماهيرية تلاقيها بتتابع وادي دجلة، زملكاوية أهلاوية من إسماعيلية من الاتحاد من المصري، كان ليها دايما كده نصيب من المتابعة الجماهيرية للكرة الجميلة اللي كانت بتقدمها فرقة وادي دجلة. وقطاع الناشئين في الحقيقة أكثر من ممتاز. لافيينا مع رايا أبو قير للأسمدة، أبو قير للأسمدة مع المنصورة، ولافيينا مع رايا. السكة مع أسوان، كهربة الإسماعيلية مع بيروت، الترسانة مع منتخب السويس، القناة مع المقاولين، الداخلية مع بلدية المحلة. وطبعا نجم نجوم نادي الزمالك السابق كابتن ابراهيم صلاح على راس القياده الفنيه للمحله، بنقول له بالتوفيق ان شاء الله وكل الدعم ليه، واحد من ابناء نادي الزمالك المخلصين. بلديه المحله عفوا، سبورتنج مع بترول اسيوط، الاتصالات مع بروكسي، واتحاد الكره كمان كشف ان دوري القسم الثاني الف المعروف باسم دوري المحترفين سيقام من دورين في الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي. كمان اتحاد الكرة في لائحة الموسم المقبل أكد أن قيمة الاشتراك في بطولة سواء الدوري الممتاز أو كاس مصر هي نفس القيمة اللي موجودة في اللائحة، والاشتراك أو قيمة الاشتراك في البطولة للموسم الجديد هتكون كالتالي، وهنستعرضها مع حضراتكم.
من اتحاد الكرة نروح لرابي فاولر ستوارت نادي ليفربول الانجليزي اللي كان عمال ينادي على الناس وعمال بيطالب بضرورة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح قائد الريدز مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الصيف المقبل. نفس الحال بالنسبة لترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك. فاولر كان بيقول في مقال او ريبورت 12 في ميرر البريطانيه: يجب على ليفربول الاستفاده من صلاح وفان دايك وارنولد من خلال توقيع عقود جديده، ويتعين على مالك ليفربول تقديم عرض للثلاثي الذي سيتم تذكرهم كاساطير ويجب ان يكون عاجلا وليس اجلا. ولكن انا هنا بضم صوتي لصوت فاولر، لان في الحقيقه انت بتتكلم على المثلث بتاع ارنولد وفان دايك وصلاح، يعني دول اعمده الفرقه. اعتقد ان هم ليهم الدور الاكبر خلال الموسم الحالي، وهم من وجهه نظري الشخصيه يعني. طيب خبر يعني سعيد طبعا لكل عشاق النجم المصري محمد صلاح اللي مكسر الدنيا في الحقيقه في البريمير ليج، الهدف الثاني وبنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وبيمارس هوايته المفضله في الاسيستات واعطاء الهدايا لكل زمايله. صلاح بيعمل الاسيست الثاني امام مانشستر يونايتد. طيب اكدت صحيفه الشرق الاوسط السعوديه اليوم على انتقال متعب الحربي لاعب الشباب الى الهلال، وهي الصفقه الاغلى في تاريخ اللاعبين السعوديين. واوضحت الصحيفه ان صفقه متعب الحربي كلفت خزائن الهلال 123 مليون ريال سعودي شملت الضرائب، او حتى مش شامله، يعني انت بتتكلم في رقم ما كناش بنسمعه عمرنا ابدا في الدوري السعودي ولا حتى في اي دوريات عربيه، ان لعيب وطني او لعيب محلي يكون بالارقام دي. فكل التوفيق طبعا لاشقائنا في السعوديه.